بتختلف انه على طول عم يتطور المعرض. كنا تقريبا بال 180 ستاند، عم نحكي 220 ستاند، كلها من اضخم الستاندات، كلها شرك عالميه موجوده، اكثر من 20 ستاند موجود من برات لبنان، عم نحكي من استراليا في حدا موجود، عم تحكي من دبي، عندك من قطر، عندنا ستاندات كثير كبيره. المعرض كثير ضخم، كثير مرتب، العالم كثير محمسه. بدعي كل الزوار يجوا يشوفوا المعرض يلي هو من اجمل المعارض اللي عم تنعمل بالمنطقه كلها حتى على صعيد الشرق الاوسط. ونحن اليوم العروس كثير بتستفيد من هذا المعرض اللي هو من اضخم المعارض. نحن بنتمنى من كل العرسان يجوا يشوفوا، اكيد الناس مين ما بده صحفي يجوا يتفرجوا، ونحن بنعتز الوضع الاقتصادي بلبنان، يجوا يشوفوا يقولوا لا بعده لبنان بألف خير وبعده لبنان شامخ. هلا الاوضاع الاقتصاديه اثرت على هيدا النوع من المجال، مجال الاعراس وهيك، اثرت بخصوص في كذا مشكل بالبلد، بس اللبناني معود، عشنا حروب وعشنا هيك، معود اللبناني يتخطى هيدي الامور كلها. وزارة اقتصاد لأنه هيدا النوع من المعارض بشجع الاقتصاد اللبناني، لأنه أول شيء بيفرجي عن وش لبنان السياحي ووش الإبداعي تبع لبنان، وهيدا اللي بيتميز فيه لبنان. ثانيا لأنه هيدا القطاع يلي هو الودينغز، إذا بدنا نقول هالإيفنت، هيدا بيشغل يد عاملة بكل القطاعات اللبنانية. دونك نحن عم ننتقل من بيشغل الخياطه والديزاينرز، بيشغل اللايتنج، الفن، الكيترينج، دونك الويدنج بحد ذاته العرس بيشغل كذا قطاع، وهيدا الشيء بهمنا نحن. وغير انه بيعطي دائما انه هالوش الحلو للبنان اللي هو دائما فيها هالتوش هيدي الرافينيه والحلوه، ان كان بالديزاينز او باي شيء ثاني. ومنشان هيك منلاقي الاعراس بلبنان دائما غير كل الاعراس بالمنطقه حوالينا. بتحسي انه هلا الاسكان ما بقى عم يعطي كرودات، اثر هيدا الشيء على هالمجال؟ اكيد اثر شوي، بس بما انه القروض رح ترجع تمشي، يعني ما بس هلا في فتره معينه، لا فتره انتقاليه بده يرجع يمشي الحال، بس بركي شوي، بركي في ناس اجلوا عرسهم. عندنا اغنيه كثير حلوه اسمها عرس الاحلام، عملتها خرج الأعراس ونحطت بكل أعراس بعتقد لبنان والوطن العربي، هي خاصة للعرسين، وعملت لها فيديو كليب وكتير لقيت أصداء حلوة، بقى حبيت أني أنا شارك، وبالأخص أني أنا عاملة غنية وفيديو كليب. هي بيسكلي عبارة عن بلاتفورم بتضم كل شيء فندرز، تنقدر نساعد العالم يكون كأنه عندهم هيدا الإيفنت كل يوم بالبيت، هنا وقاعدين على رواق، عم ينبشوا على كل شيء سبلايرز هنا بهمون يعني. سو بيسكلي هي انفوجرافيك بتضم كل شيء انفورماسيون على السبلايرز، مثل لوكيشن فيسبوك اند انستغرام تبعه، الدايركشنز تيوصلوا، الموبايل فون، كل شيء تفاصيل، مع هيك ان بريف افيو البوم بيضم كم صورة تيقدروا يعرفوا شو بيشتغل، ساعتها هن بيقدروا ينقوا. كيف اجتك الفكرة؟ بيسكلي صار كل شيء اونلاين هلا مثل ما كل العالم بتعرف، وصارت العالم حتى بتشتري قصصها اونلاين، سو من هون بلشت الفكرة ومشينا فيها. عرفتي موفقة. أول شيء بونسوار، نحن شركة سيران ايجنسي، شركة من أمن هوستسز للإيفنتس والأعراس، الإيفنتس على مختلف أنواع، إن كان كونفرنس أو إن كان إكزيبيشن أو إن كانت أعراس. هلا على أي أساس بنقون؟ أكيد حسب شو الإيفنت، يعني إذا كان بدهم إكزيبيشن فور إكزامبل، هوستسز للإكزيبيشن أكيد صبايا لازم يكونوا بيعرفوا ثلاث لغات، لازم يكونوا عندهم بيعرفوا يعملوا إنتراكشن مع العالم، حتى بالنهاية يقدروا يأمنوا السيرفيس الأحسن للجست. ومن ميلة تانية بالأعراس كمان نفس الشيء، لازم يكونوا انتراكتيف مع العالم، وأكيد مع الابتسامة، لو حتى يعني لو شو ما صار مشكلة بتعرفي بكل الإيفنت إلا ما يصير فيه يمكن كم شغلة صغيرة نحن بيكون مش بإيدنا، يعني صارت شيء مشكلة صغيرة أكيد لازم يحلوها لحالهم من دون ما إنه يعملوا ضجة بالموضوع. سو هيدي هي إذا بدك شغلة الهوستس اللي بتكون بروفيشنال واللي قادرة تعطي الإيمج الأحسن للشركة.
جولدن كراون هو ستاند هلا معمول لحفلات الزواج، نحن عاملينه هيدا ضمن معارض الفورم دو بيروت، وبذات الوقت نحن الحفل نحن عندنا المكتب هون نساوي الحفل من الاي تو زد. اذا المشاهدين بدهم يعرفوا وين المكتب فيك تخبر؟ مكتبنا هلا بالمتروبوليتان بالهيلتون، واللي بحب اهلا وسهلا فيه. اهتمامها بالزبون، القصص الجديده دائما بنجرب نطرحها على السوق تنكون عم نقدم ديفرنت برودكت للماركت. يعني بسبا عندنا من اكبر سبايات بلبنان، كبره 3600 متر. سو بيزيكلي عندنا سبا جيم مع بيسين وهير دريسر. هير دريسر بيهتم بالرجال وبالستات بذات الوقت. هلا بالويدنج فير عندنا باكجز خصوصا للعرايس، فبنعمل مثل تنظيف بشره، في كذا نوع فيشل. بتجي العروس بنعمل لها سكن اناليسيس، بنشوف شو التيب دو بو تبعها وبيز عليها بنقرر اي نوع فيشل حنعمل. واكيد الهير دريسر بيهتم فيها، بيقدر يعمل لها بروفا قبل العرس وبيقدر يهتم بالعريس كمان وبإطلالته. بيروت متروبوليتان بالاس نازلين خصيصا بهيدا المعرض لانه مساقب كمان توقيته بالجلوبال ويك اوف سيلز لهيلتون بالعالم. عاملين فيري نايس باكج للكابل، بمجرد ما يحجزوا معنا بيستفيدوا من بندل باكج بتتضمن under the umbrella of Hilton الاكل المشروب، تنظيم العرس from A to Z، يعني كيف مننظم الطاولة، شو نوع الأكل اللي لازم نقدمه، منخطط لهم كمان زينة العرس من ورد من زفة من فوتو فيديو، من باكج لسبا مثل ما حكيت زميلتي، لشعر العروس والتريتمنت والفيشل، وأكيد البادي مساج تنخليهم يكونوا حاضرين لنهار العرس، أكيد بالإضافة لتجهيز الكيك والكيترينج اللي هو بنختص نحن فيه تحديداً. فكل حدا بيحجز بهالوقت بالمعرض حيستفيد من باكج كاملة بأسعار كتير حلوة مقدمينها خصيصاً بالجلوبال ويك اوف سيلز. أنا صاحب شركة سيدر لينكس فور ترافل اند توريزم. إحنا شركة سياحية مش بس منختص للهانيمون، بس هو أول هدف عنا إياه هو الهانيمون، وعنا كل شيء له علاقة بالسفر، إن كان فياز تيكتات اوتيلات كروزز، نحن وكلاء كذا كروز، ان كان ام اس سي او رويال كاريبيان او نورويجن. عندنا الستارز اون بورد يلي هي رحله الفنانين المشاهير العرب يلي على بتروح بالبحر، بتنطلق من اسبانيا على 5 ليالي وبترجع بتخلص باسبانيا ببرشلونه. عندنا كذا سيرفيس بنقدمه للهانيمونرز. وين اكثر بلد بينطلب يروحوا عليه؟ depends هو الدات تبع العرس. يعني نحن as a travel consultant أنا شخصيا كل عريس وعروس أي متى عرسهم وين لازم يروحوا بنصحهم، يعني ما في أخذهم على محل بيكون فيه شتة فيه أو بيكون فيه طقس مش حلو أو بدهم عبالهم بحر، ناخذهم على محل أنجأ فيه لاك صغير. نحن أي متى العرس دات العرس ننصحهم، بس أهم شيء هلأ حاليا هو عم بيكون الفار إيست، إن كان إندونيسيا في كذا منطقة بإندونيسيا إن كان بحر أو جبل، أو على تايلاند كمان في كذا منطقة حلوة كتير بتايلاند، أو إذا عبالهم كانوا كروز بنعملهم كروز، عبالهم يوروب بنعملهم برمي تور بيوروب. يعني وين لازم يروحوا بنساعدهم حسب البادجت تبعهم وبذات الوقت حسب تاريخ أيمتى السفرة تبعهم. هلا عم نشوف انه عم بيروحوا جمعة او 10 ايام على الهانيمون، في حدا بيروح شهر انه هانيمون؟ الهانيمون معروف فيه هو عادة شهر، هو حسب البادجت. هلا البادجت تبع الاعراس اون جينيرال صار كثير كبير، عم يكلفهم كثير للعرسان، وما عم بيكون معهم فرصه بشغلهم يقدروا يروحوا شهر، فعم بيقسموا الهانيمون بالسنه مرتين، يعني يروحوا على جمعه او 10 ايام او جمعتين، وبعد 6-7 اشهر يرجعوا يروحوا جمعه او جمعتين يقدروا يقسموا فرصتهم والكلفه تبعهم تكون خفيفه عليهم. مشان هيك بنصحهم كمان بذات الوقت اذا بيحجزوا من هلا نحن وبقلب المعرض عرسهم إذا كان بالصيفية الجاي أو بعد 5 أو 7 أشهر أو اللي هن، ببلشوا من هلأ يدفعوا دفعة أولى وبقسطوا من هلأ لوقتهم بيقطع الباجت تبع الهانيمون وما بيحسوا فيه أبداً. مصور، نحن ستاند سليم متري، صراحة صرنا كذا سنة نحن بننزل على رويال ويدنج فير، وهيدا الستاند صار إذا بدك ريتيال بناخده كل سنة، يعني بناخد ستاندنا بنص الكولوار هون كرمال يكون ستاند كبير وضخم مثل ما شايفين. منزلين هلا كوليكسيون جديده، هيدي الكوليكسيون هي 2019
وعم نحضر شيء صراحة دائما يكون سبيسيال، وعم بيكون خصو شيء بالكوزموبوليتان مان، يعني هو الإنسان العصري المودرن اللي بسافر اللي بشوف. تطلع ببدلاتنا منن البدلات اللي بتشوفون كل يوم، ما بعرف إذا عم تطلع أنت، يعني منن شيء نورمال سوت. طب عادة بنقي هو الطقم ولا بتجي العروس معه بتنقيله؟ هذا سؤال ما في أنا جاوبك عليه. لكن هي بتجي دائما العروس، sometimes بيجي لحاله العريس، بس in general بكون العروس دائما اللي عم تعطي رأيها أكيد. ما عم بسألك لأنه عادة العروس بتنقي فستانها لحالها وما بتعبره. العروس بتنقي فستانها وبدلته، هو المعطر بيدفع. كأوتيل كورال بيروت الحمراء كل سنة بينزل بالمعارض، من أشهر المعارض يعني، وخصوصي الرويال ويدينج بير ويدينج مول، يعني بطل على صعيد لبنان بس صار على صعيد شرق الأوسط. ويعني نحن العروضات اللي بنقدمها خلال المعرض بتستفيد منها شريحة معينة من العالم. كرمال هيك كل سنة بنحاول نخترع شيء جديد. السنة ضفنا على أي سنة وهو الهاني مونرز، يعني في ناس عم تقدر تتجوز بس عم تقدر تروح هاني مونرز. كرمال هيك يعني صارت وجهتنا قبرص، تركيا، مصر، العالم الأكثر شيء عم بتروح. وبنفس الوقت ما انه رفعنا الباكج على العالم كرمال بعدنا يعني اهليه بمحليه مثل ما بيقولوا، تأكثر شريحه تستفيد من هالاوفر اللي عاملينه. لكن نفس الموضوع انه عم يصير عندنا كوراج اكثر من الاعراس والعالم عم ترتاح بالشغل معنا. عم نشوف هون كراسي سود وطاولات سود، قد ايه عم يطلبوا هالشيء؟ ليكي قصه الكراسي السود الطاولات السود لانه انطلبت السنه الموسم مرق كثير وما كان بعد نزل، فتروح العالم شوي صوب الفنتج، يعني عم نشوف كراسي سوداء شوي ذهبي، لان العالم فستان العروس ابيض والورد ابيض، عم تبعد شوي يعني عم تكسر، فحاولنا نخترع شيء جديد او نبتكر شيء جديد ونزلنا ديكوريشن اسود، بس الاسود تيعكس حياه بيضاء على العرسان. يعرفوا كيف يتواصلوا معك؟ نحن كورال بيروت الحمراء موجودين فيسبوك انستغرام تويتر، نحن بالحمراء 24 hours، نحن من الاوتيلات النادره اللي افيلبل 24 hours بخدمه العرسان، خصوصي من الخمسه بعد الظهر للساعه 10 بالليل، لان نحن بنعرف ككابل اغلبيتهم موظفين بخلصوا دواماتهم الساعه 5، نحن متواجدين بالاوتيل على التليفون على الفيسبوك ساعة اللي بدهم، نحن بس بدنا أي شيء بيريح العرسان بالتواصل معنا. بالبداية فوتو سيشن، عم نقدم لهم فري فوتو سيشن، زائدا ليتعرفوا علينا، ليعرفوا شغلنا، يحبوه، يرتاحوا معنا، لنوصل لنهار العرس، عندنا راح يكون قبل العرس في البري ويدينج، بري ويدينج كذلك الأمر هيدا تقديمي فور فري، ليجي نهار العرس راح نكون معهم من على بكره. عند الكوافير الجنينة نصورهم أودر، يعني بنصورهم أكيد بيت كنيسة السهرة، لا تخلص السهرة احنا آخر العالم بنفل، وما خلصنا هون رح نرجع نكفي أكيد. شو لكن يعني لنقدر نعطيهم أحلى خدمة بدنا نبقى معهم على طول، يتفضلوا لعنا وأهلا وسهلا فيكم وقت اللي بدكم، اعتبرونا احنا بيتكم الصغير، يا أهلا وسهلا. بونسوار واهلا وسهلا فيكم، نحن اليوم بمعرض الاعراس من افخم المعارض بلبنان. نحن اليوم بالفورم، نحن حبينا ناخذ ستاند باسم كريبيه، نحن الكريبيه هو مطعم ريستوران بالاشرفيه حد الجامعه اليسوعيه بالإوفلان. نحن هلا عم نشتغل شوي على اوسع شوي من انه ريستوران، عم نشتغل شوي على كاترينج، يعني مشان هيك اليوم في اعراس وفي مناسبات كثير للاعراس، حبينا نفوت ببروجرام الكاترينج وهي اول سنه احنا بنشارك فيها. نحن اجمالا بنعرف انه اسمنا هو كريب، ونحن بس مش بس بنعمل كريب، نحن منيو انترناسيونال، وهلا بروجرام الجديد هو كاترينج، وان شاء الله باذن الله نحن من ورا هون هالمعرض رح يصير اكيد شوي شوي اسمنا معروف بالكاترينج، لانه نحن كريبيه معروفين، نحن ديجا مش من هلا ديجا من قبل، بس فتنا ببروجرامات جديده، كل نحن كل فتره نشتغل على شيء جديد نطور فيها المصلحه تبع الكريب وكريبيه والاكل،
وهلا عم نشتغل على بروجرام شيء اوريجينال، عم نفوت بشوات رح ستيب باي ستيب يعني شوي شوي. فيكم كمان بيرثدايز وهيك مش ضروري بس اعراس. نهار السبت عندنا 2 بيرثداي، نحن كمان هون عندنا معرض لنا ياخدينه، ما بعرف هلا اذا مسيو نادر بيصور المعرض. نحن هذا ستاند تبعنا، الستاند بيتضمن نحن عاملينه تقريبا منيو انترناسيونال بس مصغرينه على المطعم لانه ما بيستوعب، مشان هيك لانه كثير ثقيل انه تحط هيك تطلع دخنه وهيك قصص، لانه نحن بنعمل من البرجر للسلاد لكل شيء تقريبا. اكيد نحن عندنا على الفيسبوك بيج كريبيه ريستورانت، وعلى الانستغرام كريبيه اندرسكور ريستورانت. بقى اذا حابين يتواصلوا معنا، حدا عنده اي سؤال، حدا عنده اعراس مناسبات، نحن عم ناخذ كل الايفنتات تقريبا من البيرث داي للاعراس. اوكي، وميرسي كثير لكم وشرفتونا بالستاند تبعنا. ميرسي لك.